حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور عبد القادر الجميلي، الباحث والأكاديمي ومدير مركز دراسات والبحوث والآثار سابقا. دكتور عبد القادر مساء الخير، أهلا بك معنا. داعش دمر الآثار، سرقها، استخدم ثمنها في تمويل هجماته الإرهابية، أيضا حول الآن من خلال التقرير الذي تابعناه قبل قليل سوقا تراثية إلى مخزن للأسلحة، أصبح يستخدم بعض الآثار أيضا كمخابئ للأسلحة. تنوعت أفعال التنظيم وتشكلت لتدمر أثار العراق، لكن كيف استغلها أيضا من خلال المعلومات التي لديك، توثيقات وما تسمعه عن ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية داعش استخدم بكل ما أوتي من قوة للعمل على تخريب وما موجود من ممتلكات أثرية وتراثية في مدينة الموصل، وهو عمد إلى يعني تفجير كل الأماكن التراثية في هذه المنطقة بدءا من النبي يونس، مرقد النبي يونس ومرقد النبي شيث، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية والمتحف الوطني الكبير الموجود في مدينة الموصل، وآخرها منارة الحدباء وجامع النوري قام بتفجيره بالكامل. ليس هذا فقط، وإنما يعني ما موجود في مدينة موصل وتحديدا الجانب الأيمن أي المدينة القديمة. هذه المدينة تحتوي على آلاف البيوتات القديمة والتي عمرها قد تجاوز ربما مئات السنين، يعني هنالك بيوت عمرها بحدود 900 سنة وهنالك بيوت من 400 إلى 500 سنة قاموا بتفجيرها بالكامل. هنالك بيوت الشناشير والحمامات والخانات والأسواق القديمة، وهذه كانت داخلة ضمن التراث ولا يمكن التجاوز عليها قبل دخول داعش إلى المنطقة، لكن داعش عمد على تخريبها وتفجيرها وتهديمها بالكامل، وبالتالي هو يعني حاول أن يرسل رسالة إلى القوات الأمنية وإلى الحكومة العراقية ودائرة الآثار في هذه المنطقة إن لم يعد لديكم أي آثار يعني تتباهون بها او تتقولون. يعني ما بعد داعش ليست هناك اي اثار في الموصل؟ يعني لا، ما تبقى يعني لا يمكن انقاذ اي شيء مما يعني تبقى؟ يعني توجد بعض من الاثار ولكن بشكل جدا ضئيل. يعني لو تحدثت الان عن يونس، يعني في يعني كلنا كنا نعلم ان هنالك حضاره اشور بانيبال كانت موجوده بالقرب من مرقد النبي يونس ومدفونة هنالك بعض من التماثيل الذهبية والعاجيات واللقى وما إلى ذلك. الجميع كان يعلم منذ سنين طويلة، لذلك حافظت الحكومات المتعاقبة الحكومات العراقية على الحفاظ على هذا المكان والحفاظ على النبي يونس. عندما جاء داعش فجر النبي يونس وحفر بعمق 5 إلى 7 أمتار تحت مرقد النبي يونس وأخرج الكثير من الحاجيات الأثارية وقام بسرقتها ومن ثم تهريبها إلى خارج العراق. هذا من جانب. إذن هو لديه هدفين، هدف يسرق الآثار والهدف الثاني يدمر ما تبقى من تلك الآثار في هذه المناطق. شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتور عبد القادر الجميلي، الباحث والأكاديمي ومدير مركز دراسات البحوث والآثار سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.